الفكره ان احنا بنجيب اول حاجه احنا بننقع الرز جوه اللبن الاول قبل ما نحطه على النار. بننقعه قد ايه؟ يفضل ساعه لساعتين، من ساعه لساعتين اتنين نقع بس من غير اي اضافات تانيه زي اللي حضرتك هتشوفيه كده دلوقتي. هتستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات، ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه 1710 من اي تليفون محمول، 0909710 من اي رقم ارضي. طيب هنا بالنسبه للبن قدام حضراتكم ال 2 لتر عليهم كوبايتين 2 من الرز، 2 لتر عليهم كوبايتين وده يعمل كميه كبيره. بنبقى عندنا مشكله في موضوع اللبن مش كامل الدسم، ما فيهوش القشطه بكفايه اللي هي تطلع لي الرز بلبن المظبوط قوي. فبنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نحط له نص كوبايه من كريمه الطهي، يعني بحط على النص لتر ال 2 لتر من اللبن بحط عليه نص كوبايه من كريمه الطهي اللي قدام حضراتكم ديت اهي. تمام؟ وده فدي بتديني القشطه اكتر في اللبن وبتظبط لي الدنيا جدا. طيب ايه الاضافات الثانيه اللي انا بحب اضيفها؟ الكريم شانتيه طبعا حلو جدا، وده بيدي طعم حلو ولون حلو، يعني بيدي لون حلو وقوام في نفس الوقت اللي هي الرز بلبن وطعم حلو جدا. يبقى دي اساسيات عندنا اللي هي 2 لتر من اللبن، كوبايتين 2 من الرز، وعندي نص كوبايه من كريمه الطهي، وبعد كده عندي الكريم شانتيه حوالي معلقتين كبار من الكريم شانتيه زي اللي قدام حضرتك دلوقتي. والسكر ده انا مش بقول لك ايه كوبايه ومش عارف ايه، لا هي بص حسب الرغبه. في ناس طبعا بتقول لك كوبايه نص كوبايه، لا انت حضرتك حسب التحليه ديت حسب الايه المزاج يعني. طيب اول حاجه بنبدا نعملها ايه؟ بنقوم حاطين عندنا ال 2 لتر من اللبن، نقوم حاطينهم هنا في الحله بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وبعد كده عشان طبعا زي ما قلت لكم اكمل القشطه بتاعه اللبن، فبعمل ايه؟ بقوم واخد عندي النص كوبايه من كريمه الطهي حاطينها كلها مع اللبن ونقلب. وبعد كده بقوم ضايف عندي ال 2 كوبايه من الرز، 2 كوبايه لحاجه بسيطه يعني ما تمليش الكوبايه قوي، فاهم ازاي؟ بس لا بيتحط له نشا ولا بيتحط له كاستر ولا بيتحط له اي حاجه. طب امال ايه اللي بيربط؟ هو النشا اللي بيبقى موجود اصلا من الرز المصري بتاعنا الجميل، هو اللي بينزل وبيبدا اللي هو ينزل. طيب نقفل عليه ونسيبه لمده من ساعه لساعتين اتنين، ساعه لساعتين اتنين يبقى موجود يتنقع. وبعد كده بنبدا ناخده ونروح فين؟ على نار هاديه جدا، لان لو عليت النار هو هيشيط. هو الفكره بتاعته عشان تعملوا رز بلبن مظبوط، في ناس طبعا ممكن تضيف له مستكه زي ما حضرتك عايزه، مستكه باودر. تخلي بالك اليوناني، يعني في ناس عندها بتجيب مستكه يوناني مستورد، دي بتبقى اشد، المصري عاديه. فانت بتجيبيها وتطحنيها كويس وتنخليها، وبعد كده بتبداي تاخدي شويه صغيرين وتقوم ايه تحطيها، لان اشد مستكه موجوده هي المستكه اليوناني، بتيجي في علبه كده صفيح بس بتبقى خطيره بصراحه الامانه يعني هي واحده بمقام خمسه عندنا. طيب بنبدا ان احنا ايه ناخدها على نار متوسطه، ونبدا ان احنا نقلب فيه قدام حضرتك كده، كل شويه نقلب فيه، ما ينفعش ان انا اقطع عليه واقوم سايبه كده مع حاله، لازم كل شويه عشان ما يشطش، عشان كده احنا مهدئين النار عليه كويس جدا. طيب ايه الروايات بقى اللي بتتقال عن الرز بلبن، وايه يعني التاريخ بتاع الرز بلبن نفسه؟ لا له تاريخ طبعا وفي روايات كتير جدا، ايهما اصدق الله اعلم، احنا بنقولها ودي اللي موجوده واللي متعارف عليها. عندي اول روايه في عصر الدوله الامويه، طلب اليزيد ابن المهلب من الخدم يعملوا له حلوى خاصه له، وعملوا له رز بلبن وسموه مهلبيه. ده نسبه لايه؟ يعني نسبه لايه؟ لاسمه، يعني هم نسبوا المهلبيه ديت لاسمه. طيب وفي برضه روايه ثانيه بتقول اتقال انه اتشهر اول مره في تركيا في القرن ال 15 في عهد الدوله العثمانيه. الدكاتره الاتراك كانوا اصلا بيوصفوه لعلاج لمشاكل المعده. اتنقل في نفس الفترة ديت لمصر، والمصريين ضافوا عليه حاجات زي المكسرات، لا احنا ما ضفناش مكسرات بس، حضرتك غلطان خالص يعني الرواية دي غلط خالص يعني، ضفنا مكسرات، ضفنا ايس كريم، هنضيف فاكهة، هنضيف النهاردة لوتس، هنضيف كراميل عليه كمان،
الموضوع كبير حضرتك يعني. هو لما انتقل من الدولة العثمانية وجالنا مصر، احنا ما ضفناش بس عليه مكسرات، عملنا فيه كل حاجة تتعمل وما تتعملش، لدرجة اللي فيه دلوقتي محلات كاملة عن الرز بلبن بس، يعني حتى مش محطوط جنبه كراميل، لا هو رز بلبن بس. لا ده أي كلام ده، لا ده في ناس فاتحه يعني، والله ما ينفعش تقال عليهم رز بلبن والله خالص. انا الواحد بيفوجئ بصراحه، باكل رز بلبن ملوش علاقه خالص بالرز بلبن. هو في واحد بامانه ده اللي حبيبي، ما ينفعش اقول اسمه والله، ممكن اقول لكم بعد ايه، بعد ما نخلص الحلقه كده واحنا بندردش، ده احلى واحد فيك يا مصر بيعمل رز بلبن بامانه يعني. قوام ايه يعني الصنعه بتاعته، اه طبعا له صنعه، مش هضحك عليك وله صنعه طبعا. طيب ايه الروايه اللي بعد كده؟ قال لك اللي هو بيختلف عن البودنج الرز ده بالنسبه لاوروبا، اللي الرز اللي بيتعمل في اوروبا بيتعمل بيعملوا بودنج الرز، ولكن بيتاكل هناك كوجبه رئيسيه في الاول، يعني هو هناك في اوروبا وبعد كده خدوه وبداوا ما حطوش الرز كميه قليله، لا كانوا بيعملوه وبيجم يعني الرز مثلا لو بحط هنا كوبايه على اللتر بتحط كوبايه ونص، فبيجمد معاهم وبعد كده بيبداوا اللي هم يحشوه وبيعملوه البودنج بيقدموه على البوفيه. يعني قلنا ثلاث روايات كده، قلنا ثلاث حاجات عن تاريخ الرز بلبن عشان تبقوا عارفينه. طيب بالنسبه بقى للحاجات اللي احنا هنقسمها النهارده، احنا عندنا اول حاجه اللي هو بالكراميل. لو انا هعمل رز بلبن بالكراميل انا ما بضيفلوش سكر خالص، لكن هعمل ايه؟ بقوم واخد السكر ده ونبدا اللي احنا نحطه عندنا في الحله اللي قدام حضرتك ديت وكرمله، وبعد كده من غير اي اضافات خالص اجيب معلقه خشب كده تبقى جنب اهي، وبعد ما يتكرمل افضل اقلب فيه، وبعد كده اضيف له عندي الكريم عشان يبقى الكراميل بتاعي يبقى جاهز. الكراميل اللي عندي خلاص اهي استوت معايا، بنبدا نحط لها عندي كريمه الطهي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ويا ريت نص كوبايه الكريم الطهي تكون ايه؟ تكون سخنه معايا وتمام التمام كده. بنقوم سايبينها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا وعملت لي اللازم. طيب تعال ننقلها هنا، دي نقلتها هنا بقى عشان درجه حراره الحله فيها درجه حراره عاليه، فانا عشان ما تمررش معايا لو انا سبتها اهي، لو انا سبتها في الحله هتمرر اكتر، يعني لو غامق اكتر من كده هيمرر معايا، لكن هو ده مظبوط جدا. طيب ولا كلكع اهوت ولا اي حاجه، ينفع يتعمل بميه، ينفع يتعمل بميه سخنه جدا، وينفع يتعمل بلبن بس لبن يكون كامل الدسم وتسيبيه يسخن، ولما تحطي اللبن هتلاقيه بيعمل كتل، سيبيه على نار هاديه افضل قلبي فيه لحد ما يفك معاكي، وبعد كده اديله معلقه زبده. هنا الرز بلبن اللي عملناه 2 لتر من الحليب نقعناه في كوبايتين 2 من الرز وسيبناه فين؟ بره لمده ساعتين، وبعد كده خدناه على نار متوسطه لحد ما قدام حضرتك بدا يتظبط معايا اهو. تمام كده قطعنا، هجيب عندي البرقوق عشان اشتغل بالايس كريم الفاكهه. ادي البرقوق نقطعه برده مكعبات صغيره، حضر بس الحاجات الاول وبعد كده هنبدا نخش على طول فين؟ في التقيل بقى اللي هو الديكور نفسه والرز بلبن الكراميل اللي احنا هنبدا نشتغل فيه. احنا حاطين هنا مقدار صغير من غير سكر، نص لتر من اللبن قدامي كهوت ونص كوبايه من الرز، وحطينا ربع كوبايه صغيره من كريمه الطهي قدام حضرتك اهيت عليها، ونسيبها عندي على النار لحد ما يبدا اللي هو يجمد معايا ويظبط معايا. كل ده على نار ايه؟ على نار متوسطه. هنا الموز، البرتقال بقى عشان اقطعه في ليه يا استاذ جمال بيتقطع ازاي؟ بص يا باشا، هو يفضل طبعا الترانش افضل عشان نطلع ايه البرتقال الفيليه. بنطلعه ازاي؟ بنقوم جايبين دي كده الفاكهه دي شويه كده، نمسك البرتقال من هنا ومن هنا كده، ونقوم ايه عاملينها بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه،
نقشر كده كده اهو اهو، وتقوم كده كده تمام اهي. دي قطعه لا فيها بذر ولا فيها اي حاجه اهو، قاعدين مزاجنا رايق كده اهو كده كده اهو. والباقي طيب بنعمل فيه ايه بقى؟ عصير عادي والله، ما فيش حاجه بترمي. انا بقول لك بس ازاي بتطلعي الفيليه نفسه من البرتقانه اهي، شايفه ازاي اهو كده كده وكده. برتقانة طبعا بتبقى متقسمة شايفة حضرتك ازاي اهي، من كل واحدة واحدة بتلاقي الجلد، فبتيجي ناحية الجلد كده تقومي نازلة، وهنا برضو اهي بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. هنا الشوكولاتة بجيبها وبعمل ديكورات، كل ده على ما الرز بتاعي بيبدا اللي هو ايه يستوي. طب بحط على الشوكولاته بتاعتي ايه؟ الشوكولاته بتاعتي هنا المصري ديت بحط لها عليها شويه زيت صغيرين، قلت لك قبل كده لو طبيعي مش هنعمل الكلام ده. طيب نبدا نعمل ايه؟ بقوم حاطط عندي شويه من الشوكولاته البيضه، نبدا هندلع رز بلبن النهارده. قال يقول لك المصريين حطوا عليه مكسرات بس. احنا ناقص نحطه مع الفول. يعني ايه رز بلبن بالفول نفسه؟ الخامة اهي بنبدأ نفرد عليها الشوكولاتة بتاعتنا. لحد ما تبدا اللي هي تجمد معايا اللي هي ايه الشوكولاته الايه البيضه. اعتقد الرخامه سخنه شويه، ما اعرفش، انا هفرد واشوف وربنا يسهل. طيب كده الزيادات دي شايلينها تمام كده. ادي ايه حطينا الشوكولاته بتاعتنا زي ما حضراتكم كده شايفينها، الشوكولاته البيضاء، واديناها شويه زيت صغيرين. اعتقد ان انا مزودي زيت شويه، فده اللي هنشوفه. لا ان شاء الله تمام تطلع معايا مظبوطه. المفروض كنت احط معلقه صغيره. خلي بالكم هنا بس الرز شغال، الرز بلبن شغال هنا وهنا، بداوا الاثنين يغلوا مع بعض، فلازم ان انا اقلب على طول واحنا شغالين، بس عشان دي نقطه مهمه جدا. اقوم جايب عندي الشوكولاته اللي هي الساده، حاطين شويه كده صغيرين هنا ونفرد بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ما الرخامه لازم تكون عندك ساقعه واحنا الشتاء، فالموضوع لطيف يعني. افضل رايح جاي كده عليها لحد ما تبدا اللي هي، بحس اللي هي بتبدا تنشف معايا اهي. تمام جدا. ابدا انظف الجوانب اللي بتبقى موجوده هنا وهنا برضو، شيل ديت ونشيل الجوانب ديت كلها، انظفها وانظف هنا واسيبها تجمد شويه، لان حاسس ان الزيت فيها والحراره اللي شغاله جنبها ديت برضو عامله قلق، فلازم الموضوع يكون ايه درجه حراره مناسبه للشوكولاته عشان نعرف نشتغل بيها. هنا اي حاجه بتبقى باقيه معايا كده زي ما هي ديت بنروح حاطينها هنا في الشوكولاته الغامقه، مش في الشوكولاته البيضاء. الشوكولاته البيضاء دي ما تجيش عليها حاجه تاني خالص، يعني الشوكولاته البيضاء لو جه عليها حاجه غامقه هتبوظ اهي. ننضم ونظبط بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، واسيبها تجمد شويه، وبعد كده نبدا ان احنا ايه نشكلها ان شاء الله واوريها لك هتبقى عامله ازاي. طيب هنا الرز بلبن اهو،
تلاقي بايه بيلزق تحت كده شويه، بنبدا ان احنا نظبط له الحلل ديت جميله اللي احنا شغالين بيها، حلل اسلامبوش، حلل موجوده في برضو في موجوده عندهم في برايدز هاوس، بتقدري انت تشتريها. اللي عندهم القطع الكبيره القطع الصغيره، عندهم الحلل ديت اللي استلس فيها ده طبيعي 100% 18/10، وموجود المقاسات كلها موجوده عندهم هناك في المكان. بس مشغل النار جنبهم، دي تمام ممكن تشتغل ودي تمام، انا بحس ان هي بتنشف فبشتغل بيها. النار جنبها للاسف شغاله بتاع الرز بلبن فمسيحة الشوكولاته، فلازم الشوكولاته تجمد شويه عشان اعرف الفها زي دي. هسيبها شويه انا والتكييف بس يا جماعه تشغلوه بعد اذنكم عشان يعقل شويه على الشوكولاته واعرف ان انا شكلها كويس. انا بس عايز اعمل شوكولاته سيجار اللي هو ده عشان احطها على القباط بعد ما تخلص، هي دي الفكره يعني مش اكتر. فهسيبها تجمد شويه مع التكييف كده وبعد كده ايه نمنجلها تاني. رز بلبن بعد ما بيطلع ويخلص معايا بيبقى بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو، ده من غير نشا من غير اي حاجه خالص اهو، صافي 100%. الاثنين كوبايه من الرز على 2 لتر من اللبن والكريم شانتيه والكريمه الطهي. هنعبي هنا اول حاجه في اطباق راكو اللي قدام حضرتك ديت، وهتشوفي بقى الكرمشه اللي تبقي بتشوفيها في الرز بلبن هتسيبيها لما تسيبيها نص ساعه ولا حاجه في الثلاجه هتتفرجي عليها تبقى عامله ازاي. بعمل عندي باللوتس. اللوتس بيتعمل ازاي يا استاذ جمال؟ بقوم جايب عندي الكاسات اللي قدام حضرتك ديت، وابدا اخد عندي البسكوت بتاعنا الجميل ده اهو، ونبدا نحط قطع بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو كده اهو. مش شرط بقى تفرميه، يعني في ناس بيقول لك لا افرم، لا انا مش شرط افرمه، حتى لو الرز بلبن جه معاه كله اللوتس او دخل في بعضه مفيش مشكله، هيبقى برده موضوع حلو. هنا الشوكولاته بتاعتنا بنحاول نعملها ورده، بص كده اهي كده 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 يا عيني يا عيني، نقوم شايلينها اهي ونقوم لفينها كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقوم حاطين جنب اختها هنا. بلاش ايه ندوس عليها كتير بقى عشان ايه ده شوكولاته وانت ايديكي فيها حراره، فعشان ايه ما الدنيا ما تبوظش معاكي. برضو هنا نفس الكلام، نحطها هنا بعد ما تخلص ان شاء الله اوريها لك هتبقى عامله ازاي. هو والله مش الشكل خالص اللي انا عايزه، بس ولكن بستفاد من حاجه خلاص، هو درجه الحراره بتاعت الرخام عندي مش مساعداني ان انا اطلع الحاجه، فانا مش هشيل حاجه وارميها. وبعدين الشوكولاته اصلا ما بتترميش، بتتسيح تاني عادي جدا وتخش تاني عادي، ما فيش اي مشكله في اي حاجه، اصنع فيها جناش اصنع بقى اي حاجه. فقلت بصراحه استفاد من اي شكل ليها واحطها على الرز بلبن. هنا بس انضف واروق واروق الدنيا كده، وبكده يكون ايه الدنيا تمام معايا. طيب تعالوا بقى لما نشوف عندنا الكراميل اللي هنعمله ازاي. بعد ما استوى معايا او واخد عندي من غير سكر، ده اهم حاجه، نقوم واخدين عندنا الكراميل اللي احنا عملناه قدام حضراتكم على الهوا، ونديها ونرحمهاش ونسيب شويه كده الايه لفوق ونقلب. ده عندك بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه تمام. نجيب الكاسات ونبدا ايه نقدم عليها من فوق كده خيوط 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 كده كده ونروقه. نديله ما ترحموش. وبعد كده نقوم جايبين عندنا المكسرات الجميله بقى الفستق. دلع الرز بلبن بقى النهارده عندنا بقى، هنبدا بقى ندلع الايه المسائل. خلاص احنا عرفنا الاساس بيتعمل ازاي ونقدر ان احنا نشكل منه زي ما احنا عايزين. ده اول واحد هيخلص دلوقتي. في واحد هنا كانت شيك قوي حبانا اهي، حلو ده قوي.
نخلص كده ايه، نقوم راكنينه هنا على طول. ماشي الكلام. كسرونه صغيره سيح فيها اللوتس اهي، زبده اللوتس بس هاخدها احطها هنا، افكها شويه صغيرين عشان هنبدا ناخدها نحطها فين عليها من فوق. واشغل على درجه حراره ايه متوسطه زبده اللوتس ديت شويه صغيرين جدا، وبعد كده نبدا اللي احنا ايه نصب. تعالى الباشا هنا ناخد دول الباشوات دول هنا، الله عليك. نجيب عندنا لوش نحلى رز بلبن بيز لوتس، تمام اهو. الفكرة بقى في ايه بقى يا استاذ جمال؟ انا عايز بس اخلي الموضوع ايه من فوق يبقى متساوي كده، ما تبقاش حاجة رايحة وحاجة جاية، تمام؟ فنقوم ايه بالمنديل كده ونبدا نظبطها عشان تظبط معايا الايه الكلام. زبده اللوتس هي زبده. لقيت طريقه جامده قوي يا جماعه لزبده اللوتس والبسكوت نفسه، والله قاعدين بندور وابحث لحد ما لقيت الموضوع. واحنا بنقعد نعمل في البيت برضو، خلي بالك عندي مطبخ كده صغير بقعد اعمل فيه تجارب طول ما انا قاعد شغال، قاعد عمال اعمل تجارب. لما الواحد برضو بيطلع حاجه الحمد لله ربنا بيكرم، والله بجد الواحد لما بطلع نتيجه انا ببقى مبسوط جدا، وابدا ان انا اقول ازاي هظهرها للناس. فمن ضمن الحاجات بصراحه زبده اللوتس لقيت لها السكه بتاعتها، عرفت ليها السكه بتاعتها ازاي هو والبسكوت. ان شاء الله هنعمله لكم قريب جدا جدا جدا، والموضوع طلع سهل قوي. بص بقى الزبده بقت عامله ازاي اهي، تمام يا استاذ جمال اهو. دلع السنين والله، دلع السنين بجد. خلاص يا باشا بس شويه تاتش بس بسيط كده يا استاذ جمال، يا ريت تخليك في الاخراج وانا بخليني في الشغل بتاعي، تمام. الله يخليك يا باشا. طيب تعالى ايه نعمل اللي بالفاكهه، دلع والله. اطباق ركهات الجميله ديت نقوم جايبينها هنا. لا لسه في بالايس كريم، لسه في الموضوع، احنا لسه عملنا حاجه واحده واحده. طيب هنا ادي الفاكهه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. حطها كده عليه من فوق، مرمغ الايه فاكهه بقى عنيه الاثنين. تمام اهو. يلا. هو زي ما قلت لكم احلى حاجة عايزين زبيبة شباب بقى. شوية تزلق كده من الجنب وكده ايه اللي بالفاكهه خلصت. نخش على ايه بالشيكوليته بقى، نروق اللي بالشيكوليته نروقه. ازاي بقى بيتعمل؟ تعالى ناخد ده كده نحط ده اهو. بص الشياكه، الشياكه بتاعت التقديم نفسه، بقول لك والله بتفرق كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالوا ناخد عندنا اللي هو بالشوكولاته. حلو، يلا يلا بينا. فين في حاجة كانت ناقصة؟ الزبيب. يلا بينا. صوص الشوكولاتة اهي. صوص الشوكولاتة.
ماشي، نوزع كده يمين وشمال لان ده انا مجمده اهو كده، وشويه فستق هنا وشويه ايه فستق هنا. الله عليكم على الكلام الجميل اهو، شايفين؟ اقلب بسرعه، والحمد لله الحله اللي معايا الاستانلس ما بتشطش، ما بتشطش الحاجه، فانا بشتغل بيها وقلبي جامد. بص، بدا الرز اهوت يتقل معايا قدام حضراتكم اهيت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين. زي ما انتم شايفين ادي الرز اللي احنا عملناه ما شاء الله في اول الحلقه. بص عمل ازاي، استوى على فكره بالمناسبه، يعني استوى تماما ولا في نشا والله ولا في اي حاجه، والقوام بتاعه مظبوط جدا جدا بالحبايه، لان كتر الرز طبعا بيعجنه ما يخلوش حلو، ويقول لك ايه السكر بتاعه واللبن بتاعه يبقى قليل. لا، 2 لتر على كوبايتين 2 ما يبقاش مليانين قوي من الرز. طيب هندي السكر بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وندي التقليبة الجميلة. بعد كده عندنا معلقتين كبار من الكريم شانتيه قدامك. اللي عايز في اضافات تانية، في اضافات تانية، في ناس بتحط مستكة، ناس بتحط فانيليا، الاضافات دي ترجع لحضرتك يعني. قلبنا وظبطنا الدنيا، تعال ناخد شويه نقدمهم ساده. انا كده تمام اعتقد، يعني هو مش محتاج حاجه، خلي بالك لان انا هقدم ساده وهاخد منه عشان هفرمه ههرسه. ساعات احنا برضو ايه بننسى ان احنا لا، في ممكن ان احنا ناخد الرز بلبن ده هو اهرسه مع اللبن، فكره بيطلع حكايه. طيب كده بص ما شاء الله القوام بتاعه عامل ازاي اهو، والله المقدار ده يا جماعه اللي احنا عاملينه على الهوا، ولا حطينا وزودنا حاجه ولا نقصنا حاجه، بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو. تمام، نشيل ونحط اهو قدام حضراتكم، ده الساده مش هتضيف على اي حاجه خالص، وده اللي كيفه رز بلبن بقى بصراحه، ما بيحبش يحط عليه اي حاجه خالص غير اللي هو ياكله ساده. هنا الرز اهو بتاعنا بالهاند بلندر. لا لا لا، ده موضوع كبير ده بقى، احلى 100 مره بقى الرزايه اللي هو ايه تضربيها كويس جدا مع ايه مع اللبن. صلاة على النبي، ولا تقولي لي مهلبيه ولا الهقوى. ناخد يا باشا الطبق بتاعنا، طبق راكل جميل دهوت، وناخد عندنا الرز ونسيبه ده يجمد شويه، اتفرج عليه اصلا بعد ما يجمد هيبقى عامل ازاي، ونقوم واخدين عليه شويه فستق كده من فوق ونقدمه بالهنا والشفا. تمام، ده بالنسبه لاول طبق. تعالى نعمل طبق تاني، انا بقول لك الفكره بس اتفرج عليه بعد ما يخلص هتلاقيه عامل ازاي. طيب ادي الطبق الثاني، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هو كده بالشوكولاته، السلام، احلى كلام. ننزل ده ونقوم واخدين عندنا شويه كاكاو صغيرين، نقلب وندي احلى ايه رز بلبن بالشوكولاته. عايز طريق، عايزه تعمليه بالشوكولاته مفيش مشكله. تمام،
اخر واحده، مهرجان رز بلبن. طيب وكل الكميه اللي احنا شغالين بيها دي ايه؟ دي 3 لتر من اللبن. لا 4 يا صاحبي، 4 لتر من اللبن. دي كل الكميه اللي احنا شغالين بيها اللي انت شايفاها قدام حضرتك ديت. ولسه في تاني على فكره انا ما قدمتوش، لكن بحاول في كل حاجه اشكل لك حاجات معينه عشان تبقى الدنيا لطيفه. وهنا يا استاذ جمل بقوم جاي عندي على الساده ده، ونقوم ايه اللي هو اللي انا هرسه بالهاند بلندر. الله بقى، ده حوار لوحده ده. ايس كريم فانيليا. بص عامل ازاي، وشوفي بقى هو ناشف ولا مش ناشف ولا اي حاجه. ده 2 لتر على كوبايتين 2 من الرز. بص الكلام، بص الموضوع اهو، ولا صايص ولا ماسك، زي الفل.